مصلحتي فين؟ مصلحه الدوله التركية، مصلحه الدوله التركية ومصلحته حتى. هو اصبح كده ماشي في سكه عكس الدنيا كلها. انا اعتقد في تمادي، في تمادي في الخطا، أنا او ربما انتماء يا فندم غطى على ده حاله عامه. ما هو ده اي حين سياسي. حضرتك مندهش برغم ان احنا كان عندنا تقريبا حلايب وشلاتين، مثلث حلايب وشلاتين المشهور، وقصه زياره السودان، وان الموضوع ده مش هيفرق ما بيننا وما بين السودان حاجه، يعني يرضوا حلايب وشلاتين في اي وقت، اهلا وسهلا بيهم. مساله تبادل الاراضي في الاراضي الخاصه بسيناء والحصول على مقابل في اراضي صحراء النقب الاسرائيليه وغيره من الامثله طبعا. ما هو ده مش مصلحه مصر خالص، لكن مصلحه التنظيم. ده هنقول عليه عماله و و و زي ما انت عليها في التهمات الموجوده موجهه ليه، لكن ده راجل المفروض رئيس وزراء الدوله اللي هو صاحب السلطه، مصلحة دولته فين؟ السياسة تخليه يتحرك ازاي؟ في حنكة في الدبلوماسية ازاي حقق هدف؟ لكن هو يعني تحس انه فقد رشد. انا من شوية عرفت انه كان في السفير التركي في مصر داعي حوالي 1000 واحد. صحيح، في سفارة السفارة في بيته. راحوا له حوالي 70 بس. ده رد الفعل على تصرفاته. إذا كنا هنا بشيء واضح هيبقى نفس العالم كله بيتفرج، أنت بتتصرف ازاي؟ هل دي رجاحة عقلية؟ وبعدين اسمح لي، ما هو احنا برضه بالصبر حدود بعد شوية. احنا بنقول مش عايزين يبقى في عصبيتنا في ردود فعل، خد من الكلام ما خد. لكن تخيل انك انت بقيت تبص على هقفل لك بقى مصالحك الاقتصادية وعلاقتك الاقتصادية، انت بتحاول ان مرسي قال احنا عشان نبقى بوابة ليه لافريقيا. يعني لو انت هقول جمدنا العلاقات، علقنا هذه العلاقات، هيحصل بالخساره، لانه هتيجي على قطاعات داخل الشعب التركي وخصوصا المصالح في مصر، فهيبدا في ضغط شعبي، اكثر من النقد الداخلي ليه في الوقت الحالي. والميزان التجاري بيقول ان صادرات تركيا لمصر اكثر بكثير. فانت لو قفلت كده هتضر، عمليه ضغط. انت انسان برضه يبقى فيها يضرب ويلاقي كلمات، زي ما انت بتشوف كل المحاورات. طب هل هو يقدر يخرج من عباءة التنظيم الدولي للاخوان او يخرج عن مبدا السمع والطاعه؟ ما هي مساله برضه عاوزين يعني ناخدها بواقعيه. اذا كان زي ما حضرتك قلت هو عضو تابع للتنظيم الدولي للاخوان المسلمين، اذا عنده مبدا السمع والطاعه وعنده عباءه واستراتيجي خاصه بالتنظيم، هل يقدر يخرج؟ طب اسمح لي، واحد مفتر كأردوغان حقق نجاح في بلده في صعود حتى في وسط التنظيم الدولي، اما يجي يتكلم هيبقى في ناس بتسمع له، هيبقى رأي له وضعه حتى لو كان ثقل يعني فيها، فممكن يبقى تأثيره في الموضوع ده يبقى ليه تأثير. حتى حركة التطرف الزيادة دي ممكن تقل شوية، ما تبقاش بنفس العنفوان اللي فيها، يعني ممكن تنفذ نفس مخططاتك بس مش بنفس الاسلوب الفج اللي هو بيستعمله ده. لكن هو هيخسر، انا مؤكد انه شعبه هيخسر في الداخل قبل الخارج. بقول لحضرتك عشان كده شعبه هيفضل مش، اما انت بتعزل الشعب بسياساتك مش مظبوطه هيبتدي يعمل ضغوط، لا انتقادات هتبقى توجه ليه وهيخش على الانتخابات. وده اعتقد يا فندم مشابه للموقف الامريكي وتغيراته، يعني يمر بعدد من المحطات المتذبذبه ما بين الإدارة الأمريكية ممثلة في رئيسها أو في وزير خارجيتها، وزيارته الأخيرة وتصريحات واشنطن ما بين انقلاب عسكري في البداية وتقييم ما حدث في 30 من يونيو، وما بين إرادة شعبية تحترم في الداخل المصري وإرادة الشعب في الداخل المصري. فكرة المصلحة، فكرة المصلحة حتى بالتلويح بمنع جزء من المساعدات العسكرية أو وقف المعونة الأمريكية، عادت الولايات المتحدة بنفسها هي التي تطلب مرة أخرى التعاون والمساعدة والمشاركة لمصر في خريطة التنظيم. مصالح مصر ضخمة جدا، وبعدين مع اعتبار كمان انه الحركة ناحية الاتحاد السوفيتي التلميع او حركة، احنا برضه مش عايزين نبص ان الحركة الاتحاد السوفيتي احنا يعني بندي او بنستبدل حد ما في حد. توازن المفروض، يعني احنا المفروض علاقتنا تبقى مع العالم كله فاتحين دراعاتنا ومع كل الناس علاقات كويسة. لكن البعض للاسف بيعتقد ان احنا ممكن يبقى في اكنك استبدال موضوع السلاح بالذات. لا احنا الموضوع له علاقات كتير، وبعد احنا مش يعني هيبقى السلاح عشان نحافظ على قوه الردع، لكن مش عايزين نخش في اي سلاح مش للاستخدام. صح، لا اصبحت سلاح يعني جبت توتر في المنطقه، وتاثيرات الاقتصاديه صعب عليك.
تسببت في انهيار الاتحاد السوفيتي. اه ده اللي كان في 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 كنت هقول اتفضل ان ريجان وقع الاتحاد السوفيتي بالطريقه دي. خش معايا في سباق مالح سباق اللي هو الحرب الخارجي. اه يعني العقل يقول ان احنا، لكن هو مش عايز انت يحس انك تعطيه ظهرك، يعني يبدا انت برضه على علاقتك بيه كويسه. هو له مصالح شديده جدا سواء في القناه والعبور الجوي ومصالح كثيره اقتصاديه، وانت منطقتك الولايات المتحده متقدمه تكنولوجيا عن اي حد حتى الان. يعني تعرف هقول لك حاجه، بص الصين كيف تكسب من علاقه من الولايات المتحده. الصين بتعمل كل سنه زي مسابقات، تطلع مثلا 50 او 100 ياخدوا منح في داخل الولايات المتحده تعليميه، وبتقول اللي بيدرس هناك عشان دكتوراه لاربع سنين، لو قدرت تاخد دكتوراه سنتين اشتغل وفلوسك ليك للدولة الشيوعية. فبيقفل الصينيين فعلا، بيقفلوا على نفسهم الباب، ياخدها في سنتين ويشتغل. مين بقى دول؟ قطر الشركات الامريكيه اللي دايما تفوق طبعا تاخده. هو بقى يهمه، مش يهمه الفلوس، النو هاو، كيفيه الخبره التكنولوجيه اللي خدها في الشركات الضخمه دي. بس مربوط من دولته انه ما يقعدش هناك وياخد جنسيه. أيوة ده الانتماء معانا. ويرجع، انت فاكر فيلم قديم السنه اتهموا عالم صيني انه نقل النووي ومش عارف ايه حاجات ما ادوش بتاع ليه. فانت عايز اقول اللي هو العلاقه المزه الولايات المتحده للمعرفه ما زال سوقا متقدمه جدا تحسب منك ايه؟ تحسب العقل. سؤالي لحضرتك في هذه الجزئيه، منذ متى الولايات المتحده يعني تتفضل مشكوره وتنعم على الدول الصديقه او التي تربطها بها علاقات استراتيجيه او علاقات مصلحيه بالهيتك؟ يعني احنا استفدنا من الولايات المتحده ومن شراكه تعتبر في شكل سياسي اطار مقرب من الاصدقاء المقربين كلنا من الولايات المتحده، ما استفدناش حاجه من يعني لا في الهاي تك ولا في تكنولوجيا الولايات المتحده، لانها بوضوح شديد جدا ما بتدهاش لمصر. بوضوح شديد جدا انت مش عارف تاخدها. ليه؟ ده كويس. في ده احنا عندنا ازمه. اه طبعا. يعني تخيل ما يتقال كده انك انت عايزين مثلا نلجا زي ما الصين عملت نعمل هندسه عكسيه. هندسه عكسيه بتجيب الحاجه وتفكها وتعمل زيها. تخيل ما يتقال لك ان طبقه الفنيين دي اللي ممكن يعملوا لك كده مش موجودين حاليا. لكن البلد اتجرفت منهم، مش موجودين عندي. طبعا في قطاع فيه موجود، ممكن تقول معهد الفني، لكن الكليه الفنيه كمان بتطلع مهندسين مش بتطلع فنيين كده. بالظبط. فانت عايز، انت لو عندك القدرات دي دايما انك انت اللي بتاخد. في ناس عندك تبقى كويسه وتقدر تحصل، مش هتاخد حاجه على فكره تطوعيه. اتفضل انت اصلك شريك. بدليل هو بيفصل موضوع التجسس على اللي انت القضيه اللي ماشي فيه. هو اتجسس على فرنسا وعلى المانيا وعلى كل حاجه، عاده بريطانيا. دايما بريطانيا دي اصلها الام الرؤوم للولايات المتحده حتى في التخابر وفي كل حاجه. فما تعتقدش انه حي كده لوحده لله في لله يقول لك اتفضل انا انت معايا. لازم يبقى في مصلحه، يا اما تدخل معاه مثلا في تحالف. طبعا احنا رافضين. بالنسبه لبريطانيا، هل عند حضرتك تفسير لقرار بريطانيا عدم الانضمام من النواحي الاقتصاديه او العمله مع الاتحاد الاوروبي برغم انها جزء من الاتحاد الاوروبي؟ بص، بريطانيا لها دور معين مفهوم شويه. بريطانيا ليست اكثر تقدما من المانيا. صحيح. كويس؟ بتعتبر انها ما تخش ضمن الاتحاد الاوروبي مالهاش قيمه، ما في حد هيتفوق. انها تميزها انها تفضل منفصله، وانها تلعب دور الجسر ما بين الاتحاد الاوروبي والولايات المتحده. فده انت ليها معاها في كل حاجه، ده بيعطيها تميز ودور لوحده، بتحافظ على نفسها فيه. هتلاقيها بتشترك معاها في العمليات العسكريه، اول واحده مندفع معاها في كل حاجه. بريطانيا لها هذا الدور دايما حريصه على انها تميز نفسها. لو دخلت في ركن الاتحاد الاوروبي المانيا سابقاها. اقتصاديا سابقاها، هتبقى المانيا تعتبر هي القوه الاقتصاديه. طب لو انهار اليورو يظل هي هتبقى بره، ما الجنيه الاسترليني محتفظ بذاته. أه؟ ممكن يبقى يعني يثير فضول رجال المعلومات. لا بص، هو اي دوله ذكيه مفترض يعني في اقتصادياتها بتعمل سله عملات، بتشيل اليورو، الفرنك السويسري ما هو ثابت جدا،
بتاخد سيرليني ممكن تاخد ديوان حسب حالته وهكذا يعني بحيث انك انت الظروف حاجه بيعوضه بحاجه ثانيه. انت عندك الصين حاطه سندات بالدولار. دلوقتي الموقف الاقتصادي الامريكي ابتدت تفكر انها تغير هذا التعامل لما بقاش كل حاجتها بالدولار الامريكي. طيب احنا سياده الفريق احنا هنرجع لموضوع حوارنا تاني وردود الافعال المختلفه بينا سواء اقليميا او دوليا بالنسبه لما يحدث في مصر ومستقبل تنظيم الاخوان، لكن اسمح لنا ان احنا نخرج في موجز الاهم واخر الانباء ونعود لاستكمال الحوار. نخرج الى زميل شادي شاشه.